ما السعادة بالنسبة إليك أبو عبد الله؟ يعني هل أنت سعيد في حياتك؟ إذا الحياة بطبيعتها حياة تبدأ ببكائك وتنتهي بالبكاء عليك، أين السعادة فيها؟ إذن وهالبشر اللي عايشين منذ آلاف السنين إنهم يمثلون السعادة على مسرح النسيان، إما بالمال أو بالعلم أو بالدين أو بالموروث. فهنالك من هو سعيد بماله ولكن له أحزان لو تفرغ لها لحزن، وكذلك هنالك من هو سعيد في عقله. أنا لو أبت فكان عندي عقلي اللي أنا أسعد فيه لأني أصل للناس والناس يصلوني وأجد المحبة، إذن أنا هذه قوام السعادة عندي ولا يهمني المال. ولكن هنالك من هو أيضا سعيد بالمال، فالمال والصحة والعقل والمرجعية هي أساس السعادة التي ننعم بها. فمن تخلى عن تلك الأربع فقد الكد، الصحة، التمييز، المرجعية لإيلاف قريش السعادة، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الكد الذي أطعمه فليعبدوا رب هذا البيت، المرجعية الذي أطعمهم من جوع هنا الصحة، وآمنهم من خوف هنا العقل، فلا يميز خائف. لذلك أنا أرى الحياة بين البكائين أحيا، والحياة قصيرة، فهل آن لي أن أستبين لذلك؟ وأنا الذي يوزع الأرزاق، الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أوجد الأرزاق وجعلها لمن يسعى وليس لمن يدعو. الرزق يعمل يفعل، الرزق بالسعي والصحة بالسعي والموت حتم، لا تؤجله عافية ولا يعجله سقم. إذا آمنا بهذه ارتحنا من حياة الخوف وقتلنا ذلك الفوبيا اللي فينا أصله مرجعيته الموت والقبر. مما تخاف؟ أخاف من الله من يوم الحساب، وأعمل لذلك من زراعة الشجرة إلى إماطة الأذى إلى الابتسامة إلى الوجه الطلق إلى عمليات الحياة اسمها حياة النوافل، هذه اسمها البناء. أما الدين الذي الله أقره، التوحيد، لماذا قال الله قولوا لا إله إلا الله؟ ليحرر عقولنا من عبادة الأصنام والأنام. فهي أجنحة الحرية للإنسان العاقل، حينما لا أخاف أحدا إلا الله. هذا ما معنى التوحيد. ثم نأتي للصلاة. لا يمكن أن ينجح إنسان غير ملتزم، وهذا أي علماء في علم الاجتماع يقول لك أبواب النجاح 1000، لن تدخل من أيها باب حتى تدخل من باب الالتزام. أليس الله أحكم بأن فرض علينا أن نقوم الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذه الأوقات لنتعلم الالتزام؟ ما معنى أن نلتزم أي ننجح؟ صحيح. ولن نتعلم الالتزام إلا من الصلاة، وهذه نعمة من الله أننا جعلنا نكسر أوقاتنا لنلتزم، ومن لا يلتزم